الحاج بوكر واحد الانسان اللي خلى تاريخ في اقليم شيشاوه، لان اللي كيعرفوا الناس بانه الحاج بوكر عاش معنا في مدينه شيشاوه لمده طويله، تقريبا من بدايه السبعينات لاخر 91، وخلى صدى طيب عند ساكنه جماعه السيدات وايت هادي، كانت عنده علاقه طيبه مع الناس. حنا جينا نمثلوا اقليم شيشاوه في مراسم الدفن ديال هذا الشخص اللي في الحقيقه ما خلى الا كان مثال ديال رجل السلطه اللي كان في تاريخ اخر، ولكن كان مفهوم جديد للسلطه اللي كتعرفوا الدوله، وخلى علاقات جميله مع الناس ديال الاقليم اللي كلهم كيترحموا عليه، وجينا كنمثلوهم هنا في هذه المراسم.